السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أختي؟ لاباس، كيف بقيتي نتوما؟ كلشي بخير. قرا قالوا لي المشاهدين ما تبقاش تقول لأختي ولا داكشي، ما تبقاش تقول لي خويا الله يرحم باك، ما خوكش أنا، شاد البسالة هادي. أخو حد. ما أخو حد أنا، تصرعي عليا عاوتاني. ياك أخويا. ياك أخويا. في بلاصة اللي تما كاملاش. أش كديري؟ كيف بقيتو لاباس عليكم؟ نتوما تكون بأحسن الأحوال إن شاء الله، بقيتوني كنوجد واحد كاس. علاش كتقول لهم كيف بقيتو؟ واش هذا كنمشيت فيه أنا بلي؟ واش عاود لك فيهم الماء عندهم الماء الركابي؟ انا بس دايرين لاباس عليكم نعاودو السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم الصحه لاباس مبروك على واشركم تعيدوا تسعدوا ان شاء الله باش ما بغيتو طول العمر بحجه الوالدين يرفع الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله ونفرحوا ترجع حياتنا كي كانت شحال هذه اليوم لقيتوني كنوجد واحد كاسكروت كاسكروت نوجد كاسكروت المراه واحد المتتبعه عزيز عليا بزاف المرتبه ديال الام ديالي مسكينه جات تقدم عندنا الخروف ديال العيد وما نقول لكم زعما الفرحه اللي فرحانه بهذه العشيه هذه ما قدرني فرحه وجدت كاع داكشي اللي كنعرف راه المهم اليوم وحده قيت واش داكشي يا زفي الصباح وانت كتهضري وكتشايلي بدوك الزيو اما شي بغيت نزل الحليب نديرو في الترموس حيت اليدين ديال الكسرونات ديال ديك الكسرونه سخونه داكشي باش راك عارف دابا هنا العيال كلهم دابا عارف ما كتلقاش مقلاه ما كتقلب الحرشه ولا كتقلبي الزيت عاد كيجيو يتلفوا في وسط الكوزينه كتبقى تقلبي على الزيت كتلقاي راه وصل جهه اخرى عند وطلعنا في ضروري ضروري حتى فوق راسنا ديالنا ديالنا بعدا عزيزه عليا بزاف بزاف فريمون مسكينه بعدا المراه اللي كتدخل الخاطر والله العظيم الا كتدخل الخاطر جات لي كادو جات لي كادو غير حليته دغيا حليتي دغيا شفت كنا في كادو واش درا ما كتشارك معكم والو حتى تحل داكشي انا والله ما كنخبع شي حاجه على المشاهده وحق راه جابت لي كادو داد الريحه هذه عرفتي ريحتها كي دايره خطيره ننصحكم بها البنات هو على ريحتها واعره كي دايره ريحتها ناطل اي بشم زوينه زوينه ياك زوينه ايوا صافي بارك عليك غير شمن غتساليها لي المشاهدين الله يرحم الوالدين شدوا في الوالده باش نحيدوا لها عيني عيني هادي من تما قال لك ارحمي على خالتي الحشومه عليك عيني والله عافاك معايا والله غادي نبدلو غير عيني غير عيني غير عيني نقول للمشاهدين الله يرحم والدينا المشاهدين ما شدوا في الوالده شويه باش نبدلو لها هادشي راه عرفتي كيجيني هذا فين ما كنخلى كيجيني بحال داك الفيستير ديال الحمام انا وحق الله العظيم بحال الفيستير ديال الحمام لا ماشي باش عيني اختي ديك الفوق راه واحد الصاك حطيتو عندك تما الله يحفظك راه درهم درهم الرزمه راه درهم الرزمه لا السكم حنا هاد الدار ديما كنا زعما دارينا على اساس ان غنجلسو نسكنو فيها دابا باش تعرفوا واحد القضيه الوالد فاش كان كيبني هنايا كان فين ما كيجي شي صنايعي بغى يجربو كيجربو في هاد الدار هادي باش الى عطاه شي خدمه ما يعيبوش مع الناس كيجربو فيه بعدا كاع الصنايعيه جربو في هاد الدار هادي نوج الطبيله ديالي نتمنى انها تقبل عليا وشنو بغيت هي كنصور نخاف عليكم والو كما كتشوفوا وجدتنا هنا بغرير دارت الملوي السلام عليكم دارت الملوي بتي بان ما دارتوش جبناه قول لهم انت هو درتي كذبي على الناس وانت اللي جبتي شكون جابو والله ما شكون جاب درت الكادو بسكوت هذا درت ديال الشكلاط والملوي البغرير داك الشيء راكم عارفين راكم تما هذا خاص الحليب والقهوه داك الشيء وقلت على حدا لبيس نصاوبت ولا جليس صاوبنا جليس حدا لبيس ايوا دابا نخليكم غادي نمشي ندير كوبي كولي لداك الشيء اللي ليه انا ندير كوبي كولي عليه عندهم هذا شحال قهوه غدا جايه زوجتي انا زوجتي يلا جاوبي عاوني هذا وهذا صافي داك الشيء ديال يلا سير ادم يلا داك الشيء ديال الله يرضي عليك هادشي راه سخونة هو الرأي اللي تحت عندي ماشي مشكل غادي يلا عين شو يو ماشي كان تطيبي معاك راه سخون هذا بزاف انا نزلك انا هاك شوف نزلت هذا هاك سبحان الله العظيم من عيلتي مع تيكونوا كيطيبوا في الفران كيكونوا مولفين كيديروا ملوي كيجيو مات السخونية عادي الراجل اللي يقدر يشد غير براد يجيه سخون تجي المرأة كتقول ويلي هذه هي الرجلة كتشد براد سخون كتبقى تنجر تنجر يا والله قول الله يسمح ليكم منا ما يسمح لينا منكم شكون يسمح من الاخر دابا المهم سامحيني دابا نسمحوا الله يرحم الوالدين ولا يسمح لراسو يلاه نديو هاد الهديه ديال ليه كما كتشوفوا المتتبعين هديه نقول لكم بلاصه الوالده ديالي الحاجه اللي خطاك خطاك لا خطاك لا يخدم لي خطاك الحاجه شكرا لك بزاف لا لا اجل لي بغير جا بغى يلعب مع البنيته لا خديك اخا الحاج ومرحبا بك مرحبا بك عندنا نهار كبير هذا وحق الله الله يكبر فيكم نورتينا نورتي القناه والله الا مرحبا بك الحاج لا خطيك لا خطيكم الله يطول لنا في عمرك ربي امين جينا نشوفوكم وموحشين فيكم وراكم وليداتي لا خطيك الحاج الله يكبر بك يا ربي امين لا خطيك شكرا لك بزاف وين قاعد تقدا والدبان درنا فضيحه واش بغيت هو الوقيته ديالو الوقت ديالو
ايوا اي خاطر صافي باصا اييه واش مال موشي دابا ما فكاش ولا كنسخ انتما صافي انا درت قبيله انا وجدت تجدي كتحزلي شوما اه مرحبا بكم ولحاج السلام عليكم متتبعي الحباب ديالنا كدير لاباس عليكم يعطيكم الصحه تحيه لكم كاملين وهانتوما كما تتشوفوا راه جات عندي واحد راه في بلاصه وين تنقول لها راه عزيزه وغاليه والله جات عندي واحد الانسانه غاليه وعزيزه راه ربي لي عالم مرحبا بك الحاجه مرحبا بك الف مرحبا كما تيقولوا مراكش فيه 6000 مرحبا ربي يخليك الله يخليك الصحه ويطولنا في عمرك يا ربي عطاني ربي وليداتي اللي ما ولدتهمش بارك الله فيك الله يسهل عليكم الله يخليك الصحه ويطولنا في عمرك يا ربي الله يخليكم ويخلي لكم وليداتكم امين امين الحاج اللهم امين ربي يستركم ويخليكم العينين الخايبه اللهم امين الحاج الله يخليك والله عزيزه وغاليه اول مره مسكينه غادي تجي عندي كنا تنتلاقاو عند الوالده واول واحد اللي ما حنا فيها واحد هذا لاخواتاتي كاملين تحسبات يقول لكم مولات ثانيه والله الا سمعت نقول انا يما انت راه كلشي الفاتحه ما ترغب فيا فاتحه كلهم في الشهاده ديالكم تقول عزيزه بزاف ايه والله العظيم ربي يخليك لهلا تقول لي سيري تمشي مسكينه فانت تبارك الله حنينه وطيبه ولا تبارك الله ولا واش البراد هو الاول اللي كيتحط ولا هو الثاني الثانيه هي الاولى الثانيه الاولى هذا التسخير ديال الرجال حنا كنوخروها طب لك واحد الحاجه شويه جربت لك انا عندك اي من القصص جربت لك هاك عند الحاج هاك هاك صافي وحنا درنا هذيك اللي ساعه على برا هي دابا اول مره نتلاقى مع امي الحاجه تلاقيت مع عند جداتي اجي هنا جينا وسبحان الله العظيم والله العظيم الا دخلت لي الخاطر يعني راه حنينه وطريفه بزاف اقسم بالله مرصعه بزاف الله يخليك ويداتك امي الحاج شكرا انا كلشي عزيز عليا وكلشي كنبغيه ومن عند الله تيبغيوني والله العظيم فين ما مشيت والله انا ربي راه تيحب فيك العباد ديالو الحمد لله اللهم لك الحمد من عند الله تعالى اللهم لك الحمد يبغينا الله بحال اللي كنبغيو يا ربي الناس ونبغيو هذا استاذ مصابها الله يخليك ربي يخليك الله يسهل على المشاهدين الله يسهل عليكم كاملين والله العظيم كنمشي ولدي نشري الحاجه يا اما خضره يا اما شي حاجه شي مقديات ولا تيقول لي جلس الحاج قال هي انا اللي غنعزل لك وغنقاد لك كل شيء وتيصدق قادد احسن من اللي كندير بديتي والله العظيم والله الا عزيز عليهم من عند الله انا تنقول على المشاهدين دابا تنقول لهم وحده تبارك الله وحده في فرنسا ام الشعب قالت لي قولي لهم ام الشعب معروفه حتى هي تبارك الله مقبوله قلت لهم الحمد لله طيحني في الناس طيبين اللهم لك الحمد ربي يخليك هذاك الشيء غير يا القلب هاي والله الا الله واش كيعطيك بنادم ولا كتعطيه والله الا محبه لله وربي اللي كيعطيك بنادم نقولوا هاي والله الا هذا ما كان هادشي اللي كاين يا خويا ايوب اتاي ولا قهوه ولا اه والله الا قال مرحبا ايوب وحشت بينا ايوب انا والله ما عرفت مرحبا بيا تنعدو كي دايرين علاش قلت مرحبا بيا لا لا خطيك الحاجه لا خطيك الحاجه السلام عليكم مشاهدينا الله يكبر بك الحاج الله يكبر بك في اي وقت والله العظيم هذا مراه هضر في الاول ما سمعوش وقال السلام عليكم مشاهدينا الله يرحم الدم خليه يعطي التحيه هذا شو مشاهدين كبير لاباس عليكم نتمنى تكونوا بارثه بصحه جيده ان شاء الله كما تقول جداتي الله يحفظ السنان باللسان الله يحفظ السنان بالاس الله يحفظكم كما حفظ السنان باللسان الله يحفظ السنان ما بين اللسان لا ما بيش شويه كان شي ما قاعده نزيد فيه وصافي سمحي لنا الحاج لا 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 انا تنبغي نشكركم كاملين صافي ان شاء الله انت هو اللي غادي ندوزك في نشره الاخبار ديال اللي جايه خدم لي والله شوف انا راسك كنت تسمع لي انت انا راه ندير في الفاز نشره الاخبار كل اعتمالي الخير قلت شوف انا غادي نعطيه ولا غريب اللي مع العتماني حتى هي اللي عجباني من هنا ايوا اي مرحبتي بينا ما مرحبا بك مين حاجه امتي راكي في دارك شنو بغيتي حاجه غير مين حاجه تديرها دارك ربي يخليك لي على اختك وليديك ولا المهمه ديالنا كنحيدوا دابا شويه ديال الوزه المهمه ديالنا باش نعطيوها لها راكم عارفين كاع الامهات تعجبهم الوزه
كنتي مضربه مع العرش، انا كنهضروا السيده مضربه مع العرش. عيط البوليس يفكوك منه، عيط عيط نقول لهم راه كنهضر ندبزه هنا واحد العرش ديال واحد العرش ديال هذا ديال لويزه راه مضربه معاه. هي تبغي تنقطع على لويزه ولكن شتي الشمس. بغات تعميني عاوتاني. الشمس فين الشمس؟ فلاش. لا زعما الشمس قضت على لويزه الصراحه بلاش. لا مازال زوينه تبارك الله شفتي. مازال نقطع لها. انتم المشاهدين شنو؟ مازال تبارك الله. واه على ريحه والله الا انا تنسكن هنا وما كانش مشى هذا الريحه. تبرس ما كتبغيش تشرب لويزه شحال مره كنبغي ندير لك ما كتشربها. لا عساك ما كيبغيش يشربها والله. نشربها دابا نديرها لك. نشربها مع الماء. انت حدي نديروها دابا تشوفوها مور هذا. مع الماء سخون ما ديريليش فاتي. حليب؟ لا شادشي. ياك يا بوبي طلع الحليب. ديريها لي مع الماء سخون هذا هو شي حاجه طبيعيه 100% ما كاين لا حليب. والله وحق الله تيكندير لكم كندير واحد لويزه اذا ما زبناش هذه. عاد كندير لويزه وحق الله ما تشبعوش منها والله هذا هو ما تيبغيش يشربها كندير غير اسام باه ما تيبغيش ريحته الحامض وهادشي ديال لويزه انا كنسطين تبارك الله الغله وجداه التفاح تبارك الله ما كندورش هنا انا ما ساكنش هنا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك هيا دير نحيد النادي انا تنقيلوا النهار كله في الخدمه المشاهدين ما تيبقى لناش الوقت راه كنت مفاجاه لي مجدو معايا اغلبيه ديال الفيديوهات فاش كتشوفوني يعني كنديرهم مع وفاء ولا هذا راه كيكون واحد الوقيته اللي تنكرعت فيها للدار ولا ولا تنكون يلا جيت من الخدمه ولا هذا راه خدامين مع الحاج راكم عارفين يدو في يد خو كما كنقولوا حنا في الشونتي بصح والله عندنا واحد العماره يعني هاد الايامات هذه شويه البيطون هذا شويه تنكون صداع مع بصح راه كنوجد لكم واحد المفاجاه مفاجاه كبيره 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 بزاف وغادي نتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله لحقاش راه حطيت كاع شي داك الابداع اللي كتعرفوا الابداع جمعوا كاع داك الابداع اللي كتعرفوا وجمعته وحطيته وحطيته تتشوفوا فين حطيته نحطو لكم الفيديو وغنحطو فيديو ان شاء الله تسناو ما تنساونيش وديروني في بالكم باش غتشوفوا الابداع ان شاء الله وتردوا عليا داك الشيء كيف جاكم واش شي حاجه زوينه ولا شي حاجه خايبه ما تقول كنبدع شجعوني شجعوك اسيدي شجعوك شجعوني ولا تصروني شجعوني صافي عجبكم قولوا زوين ما عجبكم ما بيش ما تقولوش خايب ما بيش ما طيحوليش المعونيات العونيات المعنويات المعنويات ها تجبدني هذا الوقت راه تجبدني بصحة خطك الله يكبر بك هاكي مازال نشوف واحد التميكة ديال الحامض قسم على حاجة انت واه ما جبتش الدواب ديالي والله ما جبت حتى حاجه والله راه كنت سيما طياش لا والله ما حيت والله العظيم كون جبت الدواء كون جلس والله كون جبت الدواء كون جلس بحال راك في دارك والله يعطيك الرد لقيت فيك يا حبيبي والله العظيم لقيت فيك